واضح صوتك دكتور. بخصوص محاضرتنا اليوم Creating Smart Art Graphics. صوت واضح طلاب؟ واضح دكتور. السلام عليكم طلاب. الصوت واضح لو ماذا تسمعون؟ واضح دكتور، قاعد نسمع. تمام. السلام عليكم طلاب. الصوت واضح دي يوصلكم؟ أي نعم دكتور، واضح. تمام هدير، أسعد الله أوقاتكم طلابنا. إن شاء الله محاضرتنا اليوم الصورة واضحة عندكم إن شاء الله بالبوربوينت بالنسبة للمحاضرة. حتى نبلش إن شاء الله. هدير الصورة واضحة؟ اي دكتور، واضحة. تمام، بس خليك تكمل عندنا الحضور ان شاء الله حتى نبلش بالمحاضرة. فيما يخص محاضرتنا اليوم اللي هي Creating Smart Art Graphics، اوكي، الذي تقع ضمن سلسلة محاضرات التعليم الالكتروني عن بعد ضمن فرع العلوم المختبرية ضمن مادة الحاسبات. فيما يخص محاضرتنا، المحاضرة معاكم اليوم إن شاء الله الأستاذ المدرس المساعد هاشم الربيعي. إن شاء الله نعتذر عن الخلل اللي حصل وتقديم عملية الشفتنج للمحاضرة، لأن حصل ظرف طارئ عندنا إن شاء الله وتلافينا. أتمنى الحضور إن شاء الله الجروبين يعني يكون موجودين هنا وأنه يستفادون من هذا المحاضرة، المحاضرة مهمة جدا، وأن يأخذون بنظر الاعتبار كل الأشياء والأوبشنات بالإضافة إلى الأشياء المتعلقة هذا الجزء اللي هو السمارت ارت. احنا سبق ان تكلمنا على هذا الجزء، عملية اضافة الارت او التكست ارت بالنسبة للتكست بوكس. راح ناخذ بنظر الاعتبار هنا السمارت ارت الموجودة عندنا، وراح نعرف شنو التفصيلات اللي تتعلق بهذا الجزء. فيما يخص الليكتشر اندكس اللي هو الخاص بهذه المحاضرة، عملية choosing the smart art graphics، اوكي، بالاضافة لعملية create smart art ومن ثم add text to smart art. انا هنا اختارت بعض الاوبشنات الخاصة باللكتشر هذه، اما التفصيلات والتفعيلات الاخرى ان شاء الله راح ناخذها تباعا عملية التطبيق لهذه المحاضرة. عملية اضافة التكست تو سمارت ارت راح نشوف هنا، هذا لو تلاحظون هذا الجزء من الشكل اللي موجود عندي هنا هو سمارت ارت، ابتغيت انه اخليه هنا كشكل اللي هو الفيونال. تلاحظون مجموعة من الكرات، كل كرة تحتوي لي على تكست معين، وهذا التكست هو متغير، بالاضافة لانه هذا الفيونال يحتوي لي على تايتل، وهذا التايتل اللي ممكن انه يتغير حسب ما اني اريد، بالإضافة للأوبشنات الأشكال اللي موجودة، الرسوم التوضيحية اللي خاصة بكل سمارت أرت، أنه راح تكون قابلة للتغيير وفقا لما أنا أريد وفقا للأشكال، بالإضافة لاستخدام تقنية المولتي ميديا. عملية الأبلاينج أو أبلاي ستايل تو سمارت أرت، راح نشوف شنو الستايلات اللي موجودة عندنا حتى نقعد نشتغل عليها، بالإضافة لعملية الموديفاينج سمارت أرت، ومن ثم عملية تشينج سمارت ارت لايوت، ومن ثم اضافة شيب اد شيب تو سمارت ارت. فتلاحظون هنا الجزء الخاص بالاوبشن الاساسي بالسمارت ارت عفوا، وعملية اختيار السمارت ارت جرافيكس. طبعا السمارت ارت عندي هو مجموعة من
الخيارات اللي موجودة عندي بالضبط. دكتور نعم إذا أكو شيء قولوا لي تفضلوا. دكتور المحاضرة واقفة على السلايد الأول. تمام زين بلغتوني. أوكي أنا انتقلت للسلايد الثاني. فيما يخص الجروب مالتكم ولا الجروب الثاني؟ دقيقة نشوف الحالة. الآن طلاب تغيرت؟ إذا أمكن نفس الطالبة؟ أي دكتور هسه على سلايد الثالث. أوكي تمام. هذا عملية الديلي مرات تصير عندنا يحصل هنالك ديلي بالإشارة بالإنترنت، فممكن إنه يصير عندنا هذا الأشياء، يعني فرق الثواني ما تنتقل سلايدات من شريحة لشريحة. طبعا تشوزنج عملية سمارت آرت جرافيكس، البوربوينت راح يعرض لي 8 different types of smart art with many layouts for each type. اوكي هاي الثمان اشياء، هذه ثمان اوبشنات راح ناخذها بنظر الاعتبار، وهذا الشكل يوضح لنا الدايلوج بوكس ذات ابير وين يو تشوز. عندما نريد نسوي عمليه انسرت الاي سمارت ارت جرافيكس راح نشوف انه ممكن اخذ كلست اللي هو او يكون كبروسس او سايكل او هيراركي، بالاضافه الى وجود الاشياء الاخرى اللي مثلا ريليشن شيب، بالاضافه الى الماتريكس البيراميد والبيكتشرز وهكذا. كل واحد راح يحتوي لي من هذه الاشياء الثمانيه ذولا مجموعه من اللايوت اللي موجوده هنا، وكل لايوت راح يظهر شكله كما في الشكل التوضيحي هنا. انا مختار جزء ليست من الليست، مختار هذا البيسك بلوك ليست. اوكي وبالإضافة للأشياء التوضيحية اللي ممكن على كل جزء ناخذها بنظر الاعتبار راح نشوفها أسفل كل شكل موجود عندي. احنا فيما يخص هنا أنا لو تلاحظون ان كل السمارت ارت اللي موجود عندي يتألف من مجموعة من الروتس. هذا الروتس ممكن يكون اول جزء اللي هو تيد هيكس، او يكون هو المدير للمشروع، او الانسان اللي يعتبر مثلا جراند فاذر بالنسبه للفاميلي. هذا اللي هو اول جزء يصحوا له توب ليفل شيب، هذا الجزء المهم اللي يكون هو بمثابه الروت بالنسبه لاي هيكل او اي سمارت هارت، هذا يعتبر عند الروت يطلق عليه تسميه التوب ليفل شيب. اوكي الجزء الثاني اللي هو ليفل 2 يمثل ايش؟ الاسيستنت شيب، هذا الجزء الثاني. اذا كان هنا دايركتر هنا فهنا شنو عندي؟ اسيستنت دايركتر. اذا كان عندي هنا مانجر ممكن يكون هنا عندي اسيستنت مانجر وهكذا، اللي هو هذا السكند ليفل. بالنسبه للثيرد ليفل هو الجزء الثالث، هذا يحتوي لي على السب اوردينيت شيب. اوكي اللي نعتبره بمثابه التشيلدرن بالنسبه ايش؟ للفاميلي، يعتبر مثابة الـ subordinate shape. هذا الجزء، هذا الجزء اللي سحولة assistant. نعم نعم أكون ما تحولت سهم على السلايد الثالث بعد. تمام أنا نفسها دا استوي لها استعراض شو الآن اختلفت. يس أوكي تمام أرجع عيدها مرة ثانية. عندي هذا التيت إكس. أوكي هذا يعتبر لمثابة توب ليفل شيب. اوكي الليفل 2 اللي هو السكند ليفل هذا يمثل لي بمثابه الاسيستنت شيب. اذا كان عندي هنا دايركتر فهنا يكون دايركتر اسيستنت، اذا كان عندي مانجر فهنا مانجر اسيستنت وهكذا. هذا الليفل 2. اذا الاول يعتبر بمثابه الروت بالنسبه للهيكليه. اوكي ونطلق عليه التوب ليفل شيب. اوكي هذا الجزء، الجزء الثاني اللي هو السكند ليفل هذا واللي اطلقنا عليه الاسيستنت شيب. اما الجزء الثالث اللي هو هذا الليفل ثيرد ليفل، اوكي يمثل لي سب اوردينيت شيب اللي يمثل لي هنا مثابه التشيلدرن بالنسبه للفاميلي. هذا الشكل اللي ممكن ناخذه بنظر الاعتبار. لو تلاحظون انه هذه التسبيات ممكن نغيرها، والتغيير مالته يتم من خلال التكست، عمليه هنا اضافه التكست لكل بوكس موجود عندي.
اوكي، بالاضافه اللي هي استخدام تقنيه التكست بيني. اوكي، هاي التكست بيني هي اللي هي البوتن اوف اون ريبون، هذه اللي لها تتعلق بعمليه تغيير التكست لكل جزء من تلك الاجزاء. هذه هنا عندي مجموعه من الاشكال اللي ممكن اي شكل ممكن اختاره بالنسبه للسمارتات الاخرى، ممكن اطبقه على اي سمارت اخر، يعني اي سمارت راح اخذه بنظر الاعتبار. اوكي، ما عجبني اقدر احول الى سمارت اخر، هنا يكون موجود عندي بالليست بالقائمه اللي موجوده بحسب الخيارات، راح هو يقعد يغير الخيارات اللي انت خليتها في الفيجر الاول. اوكي، هذه عملية التغيير، هسه راح نشوفها ان شاء الله، راح نطبقها عمليا بالبرنامج. طبعا هنا انا معطي مثال وراح تاخذوه بنظر الاعتبار، ومثال مهم هنا أنا لو تلاحظون انه هنا انا اختاريت سمارت ارت من هذا النوع. ها ما تغير؟ ليش بدك تغير السلايدات؟ هذا استخدم الطريقتين، مره دمشي بالكيرسر ومره دمشي بالباوربوينت. تمام، ما حرجع، لازم اطلع وارجع اسويها مره ثانيه. اوكي، بالنسبه لهذا الشكل اللي اختاريته هنا انا ظهرت، اختلف الشكل. اي ظهرت. أيه. اوكي، هذا شرحته ولا لا؟ لا هذا ما افتهمنا ان شاء الله، ما ظهر هسه يلا ظهر. تمام، هذا شكل توضيحي. طبعا بعد اختيار السمارت ارت اوكي وليكن هذا الشكل، اكو امكانيه انه الشكل اللي اختاريته بكل التفصيلات اللي موجوده اغيره، ايش اسوي له تغيير الى شكل ثاني بالسمارت ارت. طبعا عمليات اختيار السمارت ارت مو كيفي اوكي، بما يتلائم ويا الشغل مالتك، بالاضافه الى مرات احنا كثير نحدد لك اسم السمارت ارت وتقدر انت تختاره، بالاضافه حتى عمليه التغيير الكلر مالته. اوكي، ممكن تغيره من هذا الشكل، انه هاي الالوان جوز ما عجبتك ممكن نغيرها بالتشينج كلرز. اوكي، ونختار اوبشن ثاني وراح نشوفها لنطبق البرنامج بشكل سلس. الجزء الاخر اللي بعده لابد اطلع، يعني حتى فيما يتعلق هذا المثال تلاحظون هنا وجود التكست بيني هنا، وليكن عندي مجموعه من الاشخاص، وليكن احمد، حسن، بالاضافه علي، نور. اوكي، اختارت هذا الشكل بالسمارت ارت، ولتكن انه هذه درجه كل طالب في ماده الكمبيوتر ساينس. اوكي، فحسن ممكن تكون درجته 66، احمد سوى 80، علي يكون 99، 67 بالنسبه لنور. تلاحظون هنا أنا مرات الاختيار حتى الوورد ارت هنا أنا التكست اللي موجود وورد ارت بنفس اللون للايش؟ للربع الاول من الدائرة عندي يمثل نفس اللون، فأعرف أنه حسن هو 66. كذلك أحمد ممكن أستخدم التكست هنا أنا بشكل وورد آرت قريب إيش للشكل الثاني اللي هو ماخذ 80 وليكن أحمد، وهكذا. بالنسبة للتكست بين وتلاحظ أنه الدرجات في لفل معين، بالإضافة لأسماء تكون في لفل آخر. لو طلبت من عندك عملية تمثيل مجموعة من الطلبة ودرجاتهم في مادة الكمبيوتر ساينس، فاختار الجزء اللي انا اريده وعملية التطبيق تبقى يمك. هذا فيما يخص محاضرتي في هذا الجزء. راح نرجع الى الجزء التطبيقي اللي هو جزء راح الشغل هنا راح يبين قدامكم ان شاء الله، بس اسوي له عملية شير. طلاب فيما يخص الحضور مالتكم، اتمنى من السلسله اعتقد اعطيتكم اعطيكم وقت فقط حتى تتاكدون من الحضور مالتكم. خلينا نشوف بالشات، نزل لكم الرابط مال الحضور. طلاب بالنسبه العفو استاذ، اي نزل على الصفحه، نزل. شكرا سسوره. تمام، ما راح اعطيهم مجال دقيقه حتى يكملون الشغل مالتهم ان شاء الله. بالنسبه للجروب الثاني اللي هو 6 طلاب يقدرون ينتقلون اذا عددهم قليل او اذا هم دا يستمعون للمحاضره ممكن ياخذون الامور. اوكي، بالنسبه لنبأ فاطمه، علي، فاطمه، رعد، غفران، الصوت يصلكم، البرزنتيشن واضح امامكم. طلاب اللي في الجروب الثاني
اللي هو جروب ال MPK. إذا عندكم أي سؤال، نبا، غفران، فاطمة، رعد، فاطمة، علي، ممكن تتقلون، أو إذا المواضحة واضحة عندكم في الجروب ما عندنا كل إشكال. نرجع للجروب الأول مالتنا. عندي هنا أنا بس أغير عملية الشير وأستغل الوقت اللي تسجلون محاضرتكم بيه. أنت الرئيسية، إذا أمكن بس أي طالب يبلغنا حتى أسترسل بالمحاضرة. هنا أنا واضحة شاشة البرنامج طلاب، الشاشة الرئيسية واضحة. أي تمام. دكتور واضح. أوكي، بعض الأشياء اللي استذكرتها الآن حتى في محاضرتنا، تذكرون أنا من مريت عليكم أثناء ما تنصح الإجابة مالتكم بامتحان الميد، يعني بعض الفقرات الموجوده او البكتشر من اجي اقول لك سوي لها ريموف، سوي لها ريليز، هذا كله بما معناه ديليت. يعني انا هسه واقف على تكست بوكس ما احتاجه وليكن هذا. اوكي، هذا الشكل لو تلاحظونه، اذا اريد اسوي من اجي اقول لك ريليز او ريموف ذس تكست بوكس، اكثركم يوقف علي ويروح لي يسوي لي ايش مثابه الكت. خلي بالك هو الكت صح راح نرفعه، بس الكت انه ينتظر منك ايش عمليه بيست في مكان ثاني. اوكي، فهنا يفرض او يفترض الاجابه الصحيحه ان تقول استاذ راح استخدم اللي هي الايقون او العفو من خلال الكيبورد، راح استخدم كلمه ديليت وراح الغي الموجود عندي. كذلك هنا أنا هم راح اسوي له ديليت، وديليت موجوده بالكيبورد. اغلب الطلاب اقول له سوي ديليت، يظل يباوع الكيبورد ما يباوع الجزء او البوش بوتومز الخاص بالديليت. اوكي، فهذه استذكرتها بعض الاشياء اللي حصلت عندنا، ان شاء الله تتلافوها في المحاضرات الجايه. تلاحظون انا هنا أنا عمليه الانسيرت تكون عندي في المين منيو للسمارت ارت اللي هي محاضرتنا اليوم. عملية الحشر أو إضافة السمارت آرت راح تكون من خلال هذا الجزء، ومن ثم إضافة السمارت آرت. هذه الأشياء اللي تكلمتكم عليها اللي هي عملية اختيار تشوز سمارت آرت جرافيكس راح يتم من خلال هذا الشيء. أما عندنا الليست، أما عندنا بروسس، سايكل، هيراركي، ريليشن شيب، بالإضافة إلى الأجزاء الأخرى اللي ناخذها بنظر الاعتبار. تلاحظون عندي ثمان اجزاء اللي ممكن اخذها بنظر الاعتبار هي تمثل لي السمارت ارت. لو طلب من عندك مثلا في كويز معين او جزء معين قال لك اختار لي السمارت ارت من نوع اللي ماتريكس. اوكي، طيب الماتريكس من يا نوعيه؟ هل يكون من نوع البيسك؟ هل يكون من نوع السايكل؟ اوكي، راح اختار سايكل ماتريكس واللي هو اسمه هنا أنا. اوكي، هنا انتبهوا للطلاب، هاي الملاحظات جدا مهمه. تلاحظون الشكل من اختاريته من اللست اللي هو نوع ماتريكس، من الماتريكس اختاريت سايكل ماتريكس، والسايكل ماتريكس هذا الشكل مالته. اوكي، راح اقول له اوكي، راح اختاره. طبعا من تختاره تختاره ضمن الكلرز النورمال الاحتيادي. اغلبهم يقول لك انا من اريد اولفه مولتي ميديا او اعطيه ضمن سلسله المولتي ميديا والوساطه المتعدده لازم ابرزه بالوان باشكال، ممكن اسوي له افكتات، ممكن اسوي له عمليه تدوير حركه موشن، كلها ممكن بهذا الجزء ناخذه بالاعتبار. هنا انا ما راح اعتقد اخليه بهذا الجزء، فراح اضطر الى ان ايش اسوي له تشينج كلرز. ممكن من اقول له تشينج كلرز اختار نوع التشينج كلرز، اذا كان اكسنت 1، اكسنت 2، اكسنت 3، اكسنت 4 وهكذا. اذا اختارت بالاكسنت 1 اقول لك مثلا اختار لي الجزء اللي هو وقف عليه، الاحظ اوكي بس يتفعل وليكن نوع التشينج كلرز. اوكي، اختاريت هذا، ما عجبني ارجع مره ثانيه، او حسب ما بلغني الاستاذ انه اختار تشينج كلر
من نوع كلوروفول. اوكي الكلوروفول رينج هو اكسنت كلر 4 تو 5. اوكي اذا 5 تو 6 راح اخذ هذا الجزء اللي هو بالكلوروفول رينج، او مثلا بالكلوروفول عندي اكسنت كلر راح اختار مجبر انه اخذ الاكسنت كلر. فخلي ببالك هنا لكل جزء لكل اوبشن الى اسم معين، عملية اختيار جزء ثاني راح يفقدك الدرجة اللي مطلوبة. فهنا أنا إذا اختاريت أني الكولورفول رينج أوكي واختار مثلا هذا الأوبشن اللي هو من إلى أوكي راح أخذ بنظر الاعتبار. فهنا أنا اختاريت هذا الجزء، هذا الجزء كذلك التكست بوكس اللي موجود عندي هنا أنا. تلاحظون هنا أنا إذا خليت بعض التكست بوكس وليكن واحد هذا أسمي اثنين هذا 3 مثلا هذا 4 اوكي ولتكن التسلسلات هذه ممكن اخذها بنظر الاعتبار. عمليه اضافه التكست بوكس راح اضيفها من جزء ثاني اللي هي التكست بيني واللي هي المهمه جدا. اوكي تلاحظون ان الواحد الى جزء هنا وليكن احمد اوكي اخذته نظر الاعتبار، ما عجبني اكو بي كابيتلز سمول راح اغيره. الثاني وليكن علي اوكي، الثالث وهكذا راح اشوف انه المتسلسله مالتي ولتكن سوره هنا وعندي هنا أنا. ممكن اضيفها هنا واضيفها بالتكست بيني اوكي تكست بيني ليكون نور مثلا اوكي. تلاحظون انه التسلسل احمد ممكن يكون الاول، تسلسل علي يكون النمبر الثاني، الثالث ممكن يكون نور، الرابع تكون سرعة وهكذا اوكي. هذا ضمن الاشياء اللي ناخذها من الاعتبار. قد تكون هنا درجه ما عجبني هنا، قال لك ضيف درجات عادي ما تكون مشكله، اضيفه هنا او هنا بالتكست بيني اوكي. ممكن اضيف هنا 77، ممكن اضيف هنا 47، وممكن اضيف هنا مثلا 55 او 35 وهكذا اوكي. تلاحظون هنا أنا كملنا الشكل اللي موجود عندي هنا أنا. هذا الشكل لابد له فد باك جراوند معين اوكي. فراح اروح هنا أنا عندي الجزء الخاص بالديزاين او الفورمات اوكي، نختار الاشياء اللي لها متعلقه باللي اني اختارها. انا هسه مثلا عندي احمد هنا أنا. اوكي اختار له هذا الجزء اللي هو شبيه بالشكل مالت احمد تقريب، ممكن يكون قريب على الشكل هذا اوكي. بالنسبه لعلي اقدر اختار من ايش؟ من الوورد ارت اي شيء او اي لون ممكن قريب على اوكي وهكذا. اذا اذا طلب مني عمليه اضافه وورد ارت بالنسبه للشكل مالتي ما عندي كل مشكله، ممكن اخذه وكواردات ارتات اللي قريبه على الشكل اللي اني اريده وهكذا. اذا هنا لاحظنا انه عمليه اضافه الشكل، اضافه التكست بالتكست بيني اوكي. فهاي الاشياء اللي ناخذها بنظر الاعتبار. عندي بالديزاين لو تلاحظون اللي هو الجزء الاخير بالنسبه داخل الباك جراوند للشكل عندي بهذا الجزء. إذا قلت لك اختار لي مثلا الفيست راح تختار هذا الجزء، إذا قلت لك اختار لي الأورجانيك راح تختار هذا الشكل، أوكي؟ ألغي هنا أنا لو تلاحظون أجي أسوي عملية شو، طبعاً أغلب الطلاب من يجي يكتمل الشغل مالته أقول له سوي لي شو يظل يبغى على الكيبورد، استاذ شنو الشو؟ خلي ببالك نهاية الشغل مالتك، نهاية العملي مالتك لابد ايش يكون عندك للبرزنتيشن شو اوكي اللي هي عمليه التنفيذ للشريحه اوكي. فاما نختار التنفيذ اوكي او نختار الايقونه الاسفل الجوا وشفتوها هني هنا عندي. هسه تلاحظون الشكل تم عندي بهذه الصوره السمارت ارت، اختارينا كل الاشياء اللي بيه، اختارينا التكست، اختارينا ممكن تكون درجات لكل طالب، بالاضافه استخدمنا الوورد ارت لكل تكست وعرفنا انه التكست وين نضيفه بالتكست بيني اوكي، بالاضافه الى الديزاين الاخير اللي اشتغلناه مع عمليه اضافه الديزاين اللي هو الباك جراوند بالنسبه للسمارت ارت ونظهره باي شكل اللي انا اريده. ما عجبني قد اخر يقول
استاذ اريد بصيغه الاي او ان. اوكي، هاي صيغه الاي او ان، ما عندنا مشكله. اخر قد يقول اريد بصيغه الاي ان بورد روم. اوكي، ما عندي مشكله، نختار هذا الجزء. اوكي، المهم كل اوبشن الى في جزء معين ناخذه بنظر الاعتبار، وبالتالي عمليه التطبيق الى تتم حسب ما مطلوب بالشكل اللي اريده. اوكي، هذا فيما يخص المحاضره. ان شاء الله راح استغل هاي الخمس دقائق المتبقيه، اذا عندكم، عندنا بعد مجال، اعتقد عندنا مجال لعمليه اضافه اي شيء. اوكي، نرجع مره ثانيه، اللي عنده اي شيء مملحق. اوكي، قلنا عمليه الانسيرت، انسيرت شلون تتم بالنسبه للسمارت ارت، راح نختار السمارت ارت من هذا الجزء، وعندنا هاي الليستات. اوكي، اللي ممكن ناخذها بنظر الاعتبار. اكو حاله بعد ما عمليه طبقنا الشكل اللي احنا عندنا او موجود، لو تلاحظون اكو امور ممكن ناخذها بنظر الاعتبار، عمليه تغيير الشكل. اوكي، هسه انا اختاريت الماتريكس ونوع الماتريكس اللي هو سايكل، اقدر اختار جزء ثاني. تلاحظون عمليه تغيير الشكل. اوكي، وفقا لما موجود بقية الأشكال ممكن ناخذه بنظر الاعتبار من هذا الجزء، وأجي أغير الشكل مالتي بحسب ما أني أريد. أجي أغير هنا، تلاحظ التغيير هذا أخذ السياقات بهذه الصورة، قد أختلف معه في شكل ثاني اللي هو البيسك ماتريكس، ممكن أخذ البيسك ماتريكس اللي هو بهذه الصورة. أكو أشكال بعد أخرى ناخذها بنظر الاعتبار بالنسبة ضمن سلسلة الماتريكس، ممكن أغيرها من شكل الى اخر. تلاحظون عمليه تغيير الشكل شلون تتم عندي من ماتريكس الى ماتريكس اخر، مفهوم؟ في عمليه تغيير الكولرز اللي ما لحق عليها، محاول ان اعطيكم بعض الاشياء اللي ممكن نغير بها الكولرز من جزء الى اخر، وليكون عندي بالنسبه للكلوروفول اريد مثلا هذا الجزء او هذا الجزء، او بالنسبه للاكسنت ممكن اختار اللي هو جريدنت رينج اكسنت 1، راح اختار هذا الجزء. اوكي، كذلك اقدر اغير الاشكال عندي بالنسبه من هنا حسب ما اريد التغيير مالتي، بس لكن التغيير اللي اريده دائما يكون اذا اردت مثلا بولشت او بولشت. اوكي، راح اختار هذا منه. اذا اردت اختار جزء اخر ممكن اختار اي جزء حسب ما اني اريد. لاحظوا تشوف الجزء اللي انت تاخذه بنظر الاعتبار. ان سوينا اقدر اوقف على الشكل اللي اني ماخذه بنظر الاعتبار، واقدر اغيره بحسب ما اني اريد. اوكي، هنا أنا اضاف عمليه شكل اخر. اوكي، ما احتاج يعني هذا الجزء. روح للديزاين، اذا اكو اشياء اخرى بها عمليه تغيير. اوكي، مثلا هنا أنا عمليه الكونفرت للتكست او كونفرت to shape. اوكي، عملية التغيير للشيب ممكن ناخذها بنظر الاعتبار، وممكن عملية اضافة او مسح نفس الحالة، راح اوقف على كل جزء. اوكي، واجي اسوي له عملية ديليت اذا تحب. اوكي، نقطة مهمة جدا، خلي ببالك الخطأ وارد عندك بالباوربوينت. اوكي، بس العفو، تمام، موجودة عندكم التنفيذ طلاب حتى استرسل؟ احد يجاوبني؟ اي، تنفذ المسح. تمام. هسه طبعا هاي عمليه الديليت اللي سويتها انا، قد تصير عندي كثير مرات الديليت هذا، شفته سويت عمليه ديليت او عمليه ايرور، اقدر دائما استخدم عندي ايقونتين اللي ما شفتكم تستخدموها، اللي هي الاندو كلير. اوكي، عمليه استرجاع الخطوات السابقه اللي هي بعمليه ايش؟ استخدام الجزء اندو. اوكي، اللي هي هذه الايقونه اللي انا واقف عليها. اوكي، اندو هي عمليه استرجاع اي خطوه سابقه، ما عندي كل مشكله
حتى لو مساحتها لا ترتبك، اشوفك مرات من تسوي حاله ترتبك وتوصل مرحله الكولابس، ما يحتاج. اوكي، عمليه الريدو تتقدم خطوه. اوكي، قدمت رجعت الخطوات السابقه اللي هي سويناها، عمليه اندو استرجاع، استرجع الخطوات السابقه. اوكي، اذا اخلي بنظر الاعتبار عمليه استخدام او استرجاع. اوكي، راح يتم من خلال الايقونه اندو. اوكي، ومن ثم ريدو اللي هي عمليه التقدم بالنسبه للخطوه. الاندو اللي هي دائما اذا ما قدرت تحصلها تقدر تستخدم كنترول زد في لوحه المفاتيح، اما بالايقونه ريدو ممكن تستخدم الكنترول واي. اوكي، وهسه انا ممكن استخدمها عن طريق الكيبورد او استخدم الايقونه بحسب ما اني اريد. لو تلاحظون كل الخطوات السابقه ممكن استرجعها من خلال الاندو لحد لما اصل للخطوه اللي انا كنت رايدها بنظر اعتبار او اتقدم خطوه وهكذا. اوكي، شيء مهم ثاني ممكن حتى هذا الشكل. اوكي، اذا اجري له عمليه تعبئه. اوكي، ممكن استخدم له نفس الشكل اللي يكون حسب ما موجود بالجزء. اوكي، لو تلاحظون ممكن استخدم لهذا الجزء اللي هو قريب على الشكل مالته. هنا الكتابه مالتي اختلفت، فاقدر اروح علما للوورد ارت. اوكي، اللي موجود عندي واغير الاشياء اللي ماخذها بنظر الاعتبار. لو تلاحظون بالوورد ارت عندي وليكن هذا الشكل، اعتقد قريب. اختار نفس الشكل، بس طبعا ما اقدر اختار قريب الشكل، اختار لون مغاير. وتكلمنا عنها فيما يخص الفيجر اند شيب اللي هو الشكل والخلفيه. لو تلاحظون هنا أنا وضحت عندي هنا أنا الجزء مع هذا الجزء. اوكي، كذلك من اجي للتكست بوكس الثاني اوقف عليه. اوكي، اكو شيء قريب عليه ممكن اخذه بنظر الاعتبار. اوكي، وعندي كذلك هذا الجزء ممكن اغير اللون مالته حسب ما اريد، اللي هو من خلال التكست فول نفس الحالة. ممكن اختار اي شكل قريب عليه واخذه بنظر الاعتبار. اوقف هنا انا تكست فول، عفوا بالنسبة للتكست هنا، بالنسبة للشيب. اوكي، اختار الشكل اللي حسب ما احس انه قريب على الشكل مالتي. اوكي، وليكن هذا او هذا، نفس الحالة حصلت عندي انه اللون عندي صار بلون ارجع مرة ثانية، اقدر اغير الورد ارت مالتي الى شكل قريب الابيض مثلا وليكن هذا. اوكي، وهكذا. اذا هاي عملية التغيرات بالشيب خاضعة لمجموعة من المحددات، هذه المحددات ناخذها بنظر الاعتبار وفقا لما احنا نريد. بالنسبة للديزاين نفس الحالة، بعد ما اكمل الشكل لو تلاحظون او الاشياء اللي خاصة بالموضوع. طبعا هنا تعمدت اضافة الوورد ارت بالنسبة للتكست. لو تلاحظون على اي مكان انا واقف مو ممكن اغير التكست مالتي وفقا ايش للوورد ارت ستايلز. اوكي، اذا بعد ما اكمل الشكل خلي ببالي يعني اقدر ادمج محاضرتين في محاضرة واحد. من كنا نتعمد او اخذنا الورد ارت وعرفنا وين نطبقه، هسه هنا أنا بالسمارت ارت هم احتاج انه اشتغل وورد ارت ستايلز. اوكي، فتلاحظون انه هذه المحاضرات انه هي متجانسه جزء مع جزء ثاني ومحاضره مع محاضره ثانيه. كذلك وجود الفورمات اللي موجوده عندي هنا أنا. طبعا بعد ما اوقف احدد الشكل اللي انا اريده روح للديزاين. الديزاين قلت لكم مجموعة عندي من الستايلات اللي موجودة واللي ممكن ناخذها بنظر الاعتبار بحسب ما اني اريد بالنسبة للشكل اللي اني اريده. اوكي، حسب ما مطلوب او حسب ما انت تشوفه انه هذا الشكل انه ملائم او الشكل هذا افضل من الشكل السابق وهكذا. اوكي، بس
دائما خلي ببالك من تختار الاوبشن انه لابد تحدد المحددات اللي موجوده عندك، وهذه المحددات هي اللي خاضعه لجزء معين او ستايل معين او تسميه معينه. يعني دائما من اقول لك اريد الباك جراوند بالنسبه للشكل ضمن جزء الفيست، راح تختار هذا الفيست. اذا اختاريت اوفيس ثيم راح تختار الاوفيس ثيم، اوكي، وهكذا حسب. اذا طلب من عندك اورجانيك هذا الاورجانيك، اوكي، فهذا الشكل راح يكون عندنا بهذه الصوره، اوكي. بعد ما يكتمل اخلي ببالي انه عناصر التنفيذ مالتي راح تتم وفقا للمحددات الاتيه. بالنسبه للسلايد شو، من اطلب من الطالب اجي اسوي له اقول له سلايد شو سوي لي. بالنسبه للبرزنتيشن اغلبهم هنا يوقف يقول استاذ شنو السلايد شو؟ اوكي، هذا السلايد شو اللي نقصد به عمليه التنفيذ للشريحه بالاضافه الى تنفيذ للسمارت ارت اللي موجود عندي، بالاضافه للاشياء اللي ممكن ناخذها بنظر الاعتبار. بعض الاشياء اللي ممكن نسلط عليها الضوء اللي بقيه انه ما اخذناها، اوكي، وليكن عندي عمليه اضافه انسيرت ثاني، اوكي، هذا الانسيرت اذا كان بيراميد بهذا الشكل، اذا كان ريليشن شيب بهذا الشكل، هذا الشكل الفيونال اللي طلبته وتكلمنا عنه في البدايه، اوكي، اللي هو بهذا الشكل فيونال ضمن ايش؟ ضمن الليست اللي خاصه ايش؟ بالريليشن شيب. اذا تريد تختار الفيونال هذا الفيونال، اوكي، ممكن اختاره كجزء كامل، اوكي، واختاره بنظر او اخذه بنظر الاعتبار. هذا الشكل ما عجبني اقدر ايش؟ اوقف عليه واسوي له ايش؟ عمليه المسح، واجيب الفيونال هنا عندي، اوكي، حتى اشتغل عليه. سوري لا ما قدرت اوقف عليه بالصوره صحيحه، ارجع الخطوات. سوري هنا انشال، اجيب الفيونال كله كامل، اجيبه هنا، لازم نرب ان عمليه الرفع تتم من الاطار الخاص به وليس من، لانه يحتوي على مجموعه من الاجزاء. تلاحظون نفس الحاله هنا الفيونال، اوكي، اذا طلبته من عندك ممكن تكتبه بهذه الصيغه، يحتاجه الواحد نخليه نفس الشكل، اوكي. كذلك هنا أنا عمليه تشينج كلرز، اذا ما عجبني هذا الشكل ممكن اختار كلارفل بهذه الصيغه واختار الجزء اللي خاص بالاكسنت كلر 4 to 5 واختار هذا الجزء. ما عجبني كذلك نفس الحاله اقعد اغير حسب ما اريد، ارجع للكلارفل اريد هذا الجزء، اوكي، اللي يحتوي لي على مجموعه. من جيت هنا أنا قلت لك عمليه اضافه التكست للفيونال او السمارت ارت عندك طريقتين، اما تقدر توقف على الشكل، اوكي، وتكتب التكست اللي تريده، اوكي، وليكن هنا 1، اوكي، 2، كذلك هنا انا ما اقدر الوحها، اوكي، فاختار ايش؟ الجزء الثاني اللي هو الخاص بالتكست بيني، اوكي، ممكن اغير الكتابات بها واخلي هنا رقم 3. اذا طريقتين بعمليه كتابه التكست بوكس. بالنسبه للسمارت ارت هي عملية الكتابة على الجزء، أما أوقف عليه، أوكي، وأقدر أعطي الشيء اللي أنا أريده، أو أستخدم اللي هي تكست بيني، هذه مهمة جدا، أوكي، راح تمثل لي إيش؟ كتابة التكست على السمارت آرت، وهذا الجزء مهم جدا لو تلاحظون، إيش؟ يعني الأخير مبين مكتوب بال شو اسمه؟ التايتل، أوكي. هاي اوكي شنو لو تلاحظون يمثل التايتل بالنسبه للشكل اللي انا اخذه بنظر الاعتبار، بالاضافه لانه هل ممكن انه اغير من شكل الى شكل اخر باستخدام، يكون ممكن. يعني لو قال لك وانت بالفيونال اللي هنا اذا تشتغل عليه، اوكي، هل اقدر استخدمه كجير بوكس؟ راح نشوف يتغير الجير بوكس ولا لا. نعم تغير الى جير بوكس، اوكي، واقدر اغير ايش؟ التايتل من هذا الجزء. لو تلاحظون عمليه التغيير شلون تمت الى جير بوكس، ممكن اغيره الى شكل اخر،
نعم ممكن إلى هذا الشكل، أما ما عندي كل مشكل. إلى شكل وليكن هيكساغون جلوستر راح تاخذه بنظر الاعتبار بهذا الشكل اللي هي شكل خلايا النحل. هذه الأشياء اللي أخذناها بنظر الاعتبار، واللي شفنا إنه عملية التغيير بالنسبة للسمارت آرت ممكن تتم. يعني خلي ببالك تصميمك لأي سمارت آرت راح إنه خاضع للتغيير إلى سمارت آخر، ما عندي كل مشكلة. يعني التشكيلات اللي دا تختارها ودا تشتغل عليها ما عجبك ممكن تغير السمارت هذا، ممكن تغير إلى سمارت آخر، أو الأستاذ يقول لك مثلا استخدم لي هذا مرة واستخدم لي الفيونال مثلا مرة ثانية، أوكي؟ راح ترجع للفيونال بهذا الشكل. قال لك غير الفيونال إلى الجير بوكس، قول له نعم، أوكي غيرته للجير بوكس. قال لك غير لي مثلا تشينج كلرز واستخدم لي الوايت أوت لاين، راح تقول له هذا الوايت أوت لاين. هذا اللي هو سب تايلي افكت راح تاخذه بهذا الشكل. تيجي توقف هنا المودريت افكت، اوكي هذا المودريت افكت، وهكذا. اذا عمليه تشينج كلرز ممكن ناخذها بنظر الاعتبار بالنانا اللي هي كلر فول اكسنت 1 اكسنت 2 اكسنت 3، كذلك الاوبشنات الخاصه بكل اكسنت وبكل تسميه من الى. اوكي من نجي نوقف هنا راح نلقاه صح هو كلوروفول، اوكي بس هذا الكلوروفول من الى وليكن عباره عن اكسنت كلر اللي هو 3 2 4، مفهوم؟ هذا كل ما يتعلق بمحاضرتنا لهذا اليوم. اعطينا كل الاشياء كل المسميات كل التفاصيل اللي ممكن ناخذها بنظر الاعتبار، اوكي، واستخدمنا الاشياء اللي لها علاقه بالامور. هنا أنا تلاحظون حتى لو ما عجبني هنا شو اسمه اقدر اختار وورد ارت جديد، اوكي عمليه اضافه الوورد ارت حسب ما انا اريد او بحسب ما الشكل المحدد له لو تلاحظون، بس وفقا للاشياء اللي انا اخذها بنظر الاعتبار. كذلك الشكل، ما عجبك الشكل مالته ممكن تغيره الى شكل ثاني، ما عندنا كل مشكله. تجي هنا أنا هذا الشكل ايضا ما عجبك تروح للشيب فول حول لي الى شكل اخر، اوكي، وبالتالي صار الجير بوكس بهذا الشكل. هاي الاشياء هذه الامور هذه الاوبشنات هذه المحددات كلها راح تاخذها بنظر الاعتبار عندما نتنقل ما بين منيو ومنيو اخر، اوكي. وقلنا عمليه التغيير بالنسبه للفيونال من شكل الى شكل اخر ومن مكان الى مكان اخر كيف تتم، اوكي. بالاضافه الى انه استخدمنا عمليه الديزاين اللي موجوده عندي، والديزاين قلنا هو يشمل كل الباك جراوندات الخاصه بنظر الاعتبار واللي ممكن انه ناخذها وتمثلنا اي جزء من هذه الاجزاء، اوكي، حسب ما انت تريدها حسب ما محدد لك ممكن تستخدم هاي الاشكال وفقا لما تريد وفقا لما ناخذه بنظر الاعتبار. وقلنا جزء مهم اللي ناخذه بنظر الاعتبار انه دائما في نهايه كل محاضره او نهايه كل برزنتيشن اقول لك سوي لي عمليه شو للبرزنتيشن، راح تقول نعم استاذ، راح نضغط هنا وراح نشوف هنا الشريحه في مرحله الاكسكيوجن او في مرحله التنفيذ، اوكي. هنا أنا قد يتبادر للذهن او السؤال احد الطلاب يقول استاذ هل اقدر انا اعدل على الشريحة وأنا في مرحلة الإكسكيوشن تنفيذ الشريحة؟ هنا أنا ما يجوز لك تحدد العفو تعدل على الشريحة وأنت في مرحلة التنفيذ. عندما أريد أطلع من التنفيذ أكو زر بالكيبورد موجود اللي هو اسمه سكيب، عملية الهروب بالشريحة وأرجع إلى مرحلة التعديلات اللي ممكن أجريها. خلي ببالك إذا ما توقف على الشكل ككل ما تقدر تعدل به، اوكي؟ اوقف على الفريم الاطار اللي موجود، اوكي؟ طلع لي التكست بيني، اذا ما موجود التكست بيني منين راح احاول احصله، اوكي؟ لابد له علاقه بالتكست بيني ويا من؟ بالفورمات لو باي جزء ثاني، لو تلاحظون التكست بيني اللي هو له علاقه بالاجزاء اللي ناخذها بنظر الاعتبار. بعد ما احدد الشكل، اوكي،
راح اكو اشياء لها علاقه بالتكست بيني او اي تكست، من اوقف على الديزاين التصميم اوكي راح يظهر لي تكست بيني اللي اخذه بنظر الاعتبار، مفهوم؟ اذا سالتك التكست بيني ممكن كيف ممكن نحصل عليه، راح تقول استاذ راح نختار الديزاين اللي ضمن المين مينيو بالقائمه الرئيسيه، ومن ثم نختار الجزء الخاص بالتكست بيني. اوكي هذه محاضرتنا ان شاء الله لهذا اليوم، اعتقد بعض الاشياء عدتها لاكثر من مره. عمليه التغيير بالشكل ممكن تتم من مكان الى مكان اخر حسب المحددات اللي موجوده عندي، بالاضافه الى انه عمليه تغيير الاشكال موجوده، عمليه اضافه التكست مالتي وفقا للورد ارت ستايلز هم نفس الحاله، اوكي ممكن اخذها بنظر الاعتبار، وكذلك موجود كل وورد ارت ستايل لها اسم معين اذا طلب من عندك يعني. اوكي هاي الاشياء اللي ممكن ناخذها بنظر الاعتبار، عمليه التغيير كيف تتم وكيف ممكن انه اتنقل من شكل الى شكل اخر ضمن اللايوت مالتي، اوكي ضمن المحددات اللي طلبت. يعني لو جاك سؤال وقال لك استخدم لي الجزء الخاص بالسمارت ارت اللي هو خاص بالجير بوكس، اوكي تستخدمه، وبعدها يقول لك هل يمكن تحويل الشكل الى الفيونر؟ قل له نعم ممكن تحويل الشكل الى الفيونر، وممكن نختاره ونظهره بشكل ثاني. هنا أنا تقريبا غطيت كل الاشياء اللي خاصه بالشكل وبالسمارت ارت، اوكي كذلك اكو امور هوايه تقدرون انتم تمرون بها بالسمارت ارت، اوكي قد تكون او ناخذها بنظر الاعتبار حسب ما انت تريد. اكو اشياء ممكن استخدمناها مثلا، اوكي هنا انا موجود ضمن الريليشن شيب اخذ الجيرز والفيونال، اوكي اكو اشياء اخرى ما قدرنا نمر عليها حسب ما احنا نريد. كذلك مثلا هنا السايكل ماتريكس او الهيراركي مثل الاشكال الهرميه، وقلنا هاي الاشكال الهرميه ممكن اخذها بنظر الاعتبار، اوكي حسب ما اني اريد، بالاضافه لاجي اسوي لها عمليه تشينج كلرز، اوكي طبعا حسب ما اجي الغي الشكل اللي قبله اذا صار عمليه انه الفيونال ما صار على عمليه العفو، ما اقدر اوقف على جزء، اوقف على الشكل ككامل اللي هو هذا الفريم الابيض، اوكي واجي اختار هاي الاشياء اللي حسب ما اني اريد. اوكي وتكلمنا هنا اللي قلنا هاي التوب ليفل شيب، اوكي وعندي هذه الاسيستنت شيب بالاضافه الاوردينيت شيب اللي هي تعتبر السلسله الاخيره بالهيكليه، فقلنا هذا الهيكليه تمثل لي هنا الروت، هنا تمثل لي البيرنت، هنا اوكي كذلك هنا يمثل لي تشيلدرنز. في كل مخطط الى مجموعه من التسلسلات بالهيكليه، اوكي لو تلاحظون هنا انا مثلا من اكتب واحد، اوكي هنا انا راح الجا الى انه اكتب هنا انا مثلا واحد دوت واحد، اوكي هنا انا ما اقدر اكتب على الجزء اللي بعده، لا هذا يمثل مستوى اخر، هذا 1 2 اوكي هنا أنا ممكن يكون 1.1.1، شو يكون هنا 1.1.1.1، اوكي وهكذا حسب ما اني اريد، هنا أنا شو يكون 1.2.1 وهكذا. اذا هنا عندي مستوى اول، مستوى متوسط او اللي نعتبره المساعد، اوكي بالاضافه الى الاوردينيت الاخير والاوردينيت شيب والمستوى الثالث. محاضرتي ان شاء الله تمت اليوم، اللي عنده اي سؤال او استفسار ممكن ناخذه بنظر الاعتبار، راح ارجع للمنصه. نعم دكتور نعم نعم نور الهدى، بس انا مود الحضور هو من زاد الحضور بعد الفتحه، بس النت كان ضعيف يعني، فلحد ما فتح كان سد الدكتوره، فعلى ما لحقت اسجل. اوكي كتب اسمك بال